أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل التورك في الصلاة سنة للمرأة أم سنة للرجل فقط؟ الصحيح أنه سنة للرجل والمرأة، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لأنه لم يرد دليل على أن المرأة تختص بجلسة خاصة، لم يرد دليل خاص بها، فهما سواء في الجلسة في التورك وفي الافتراش. التورك وفي الافتراش. نعم.